يحسب لنوفاك أن يعيد هذه الإرسالات القوية بشكل رائع جدا. اللاعب يمتلك مهارات عالية جدا. تضيع الكرة وهنا يتشتت الذهن، يذهب التركيز في الكرة الأخيرة عن اللاعب كيفن أندرسون، يقع في المحظور، إذن يرتكب خطأ آخر وهنا الضغط يزيد فعلا. فرصتين للفوز بالمباراة للصربي نوفاك جوكوفيتش. وصول رائع. نعم كيفن أندرسون يعود يقاتل في آخر الملعب من أجل هذه النقطة. شوف يضع كرات صعبة، يدافع نوفاك ولكن هنا الكرة تعود أمام كيفن أندرسون يرسل. فرصة ثانية أمام نوفاك جوكوفيتش الآن للفوز بالمباراة 30-40. سمها نوفاك نولي الصربي الممتع المميز الرائع بطل العالم، ينهي كرة المباراة بامتياز. إذن من الخط الخلفي بعد فاصل من التبادلات في مباراة ماراثونية، مباراة ممتعة في بداية الموسم، هنا في مبادلة فقط في أبوظبي. نعم الصربي نوفاك جوكوفيتش ينهي المباراة ليحقق اللقب الرابع في مسيرته هنا في بطولة مبادلة، ليعادل إذن الرقم الإسباني رافائيل نادال. هذه التحية من الصربي نوفاك جوكوفيتش بأول ألقابه، نعم في هذا الموسم مشاهدينا الكرام، بعد الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة على حساب الجنوب أفريقي كيفن أندرسون بطل النسخة الماضية الذي قدم مباراة كبيرة جدا، ولكن طموحاته لم تذهب بعيدا أمام الصخرة نولي. نعم الصربي في هذه اللقطة ينهي المباراة بامتياز، كرة تلامس ليفوز بلقب بطولة مبادلة، وفرحة الجماهير الصربية بهذا الانتصار بهذا اللقب الأول لبطل العالم للصربي نوفاك جوكوفيتش هنا في مبادلة ليحقق اللقب الرابع في هذه البطولة من خلال مشاركاته السابقة. اليوم يقدم اللاعبان مباراة كبيرة جدا، أندرسون ونوفاك جوكوفيتش أمتع الجمهور بهذه الملحمة الماراثونية من ثلاث مجموعات. هذه اللحظة التي يستمع فيها العالم والجماهير المحبة والعاشقة للاعب الصربي الذي يحرز اللقب والانتصار مشاهدينا الكرام، ليكون هذا الانتصار لنوفاك جوكوفيتش. إذن مشاهدينا الكرام
ويحقق هذا اللقب هنا في مبادلة. إذن نجاح كبير مشاهدين الكرام لهذه النسخة 6-4 7-5 7-5. تفوق نوفاك جوكوفيتش إذن في ختام هذه المباراة النهائية ليتوج نفسه بطلا لدورة مبادلة في النسخة 11 مع انطلاقة الموسم الجديد لموسم التنس. بعد قليل مشاهدين الكرام سنكون معكم مع تتويج بطل العالم بكأس بطولة مبادلة للتنس الذي توج من خلاله الصربي نوفاك جوكوفيتش بلقب هذه البطولة في النسخة 11 بحضور جمهور كبير البطولة. مشاهدين الكرام نوفاك جوكوفيتش الذي قدم مباراة كبيرة أثبت المصنف الأول عالميا بأنه جاهز بدنيا وذهنيا لهذا الموسم القوي. فعلا قدم مباراة كبيرة مع كيفن أندرسون المصنف السادس عالميا الجنوب أفريقي وصيف دورة ويمبلدون هذا العام. إذن بداية قوية لكلا اللاعبين. سنكون معكم مع لحظات التتويج مبادلة للتنس التي توج من خلالها بطل العالم نوفاك جوكوفيتش بطلا لهذه النسخة 11 لبطولة مبادلة. مباراة التي انتهت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6-4 7-5 و7-5. إذن سنكون معكم مع تتويج الأبطال مشاهدين الكرام. بطولة مبادلة التي انتهت بنجاح كبير وامتياز كبير في النسخة 11 لهذه البطولة التي شهدت مشاركة 6 لاعبين في تصنيف اللاعبين 10 الأوائل عالميا. الشكر للحكام المشاركين وكذلك لملتقطي الكرات والشركاء الذين ساهموا في هذه البطولة. Upon this occasion, I'd like to welcome up to say a few words before he collects his finalist trophy. The runner-up on this occasion, a worthy finalist, last year's champion, please welcome. المباراة النهائية اليوم. In the past, tough opponent to come up to in a final on an occasion like this. Yeah, of course, it's always going to be tough playing Novak, one of the greatest players of all time. But I thought it was a really high quality match, and I've really enjoyed the week. I've played some really good tennis. I've really enjoyed being back here. Would have liked to have gotten through today, but it's definitely feeling really good tennis, and looking forward to now heading down to Australia. Yeah, obviously 2018 has been a huge year for you. It started here with a title in Abu Dhabi. That bodes well for 2019. High expectations on yourself for the year to come? Yeah, definitely. Last year was a great year for me. It was a great starting point for me here in Abu Dhabi, so hopefully I'll be able to do the same this year. Of course, each year I'm trying to get better and better, so my goals get higher and higher. I have to beat people like Novak to do that, so it's a big challenge, but definitely one that I'm up for. You're a great favourite down here in Abu Dhabi. Go and collect your trophy. Ladies and gentlemen, you're right. إذن كيفن أندرسون بطل النسخة الماضية وصيف بطولة ويمبلدون. وصيف بطولة مبادلة لهذا الموسم يتسلم كأس المركز الثاني مشاهدينا الكرام الآن من الشيخ محمد بن حمد بن طحنون المكرم صاحب المركز الثاني كيفن أندرسون. Congratulations once again to our runner-up.
And now time to welcome to what will be, I'm sure, rapturous applause and cheers, your champion for the fourth time. بطل دورة مبادلة. إذن مشاهدينا الكرام في هذه النسخة، النسخة الحادية عشر، الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا والذي يحرز اللقب للمرة الرابعة. Extraordinary rally to win it at the end as well. A tough opponent, but you are the champion for the fourth time. How do you feel? A little bit exhausted, I must say. I mean, it has been it's been a great quality tennis, as Kevin said. I mean, you know, it's always a great matchup against Kevin, who's playing really some great tennis in the last 15 months. But you know, I think both of us, we didn't expect really to go 2.5 hours of battling it out just before the season starts. So yeah, it is an amazing way to kind of start off, kick off the 2019 season. We have a quick word about this crowd. They are a vocal crowd. They got involved as well. You know them well. You come back time and time again. A few words. You guys are awesome. I mean, I love you too. You guys make this tournament very special for us. Obviously, you know, you come in big numbers in 3 days, and you know, I hope you guys you were entertained tonight. You were enjoying this quality tennis, and we try to perform our best in front of you. And I want to thank you for supporting tennis, and hopefully see you next year. And just very quickly, looking ahead to 2019, you are doing such extraordinary things on the court and off the. 2019 going to be a big year for Novak Djokovic? Every year is a big year. It just depends how you approach it. So, you know, I'm looking forward for whatever is ahead of me. Well, we're looking forward to seeing you. And Chan Leng, you are our champion down here. Go and collect your trophy. Ladies and gentlemen, please put your hands together for your champion for the fourth time. إذن نوفاك جوكوفيتش مشاهدينا الكرام يتوج باللقب للمرة الرابعة. إذن مشاهدينا الكرام، تتويج من معالي اللواء محمد خلفان الرميدي يكرم الصربي نوفاك جوكوفيتش بالمركز الأول، بطل دورة مبادلة. مبروك، ألف مبروك للصربي نوفاك جوكوفيتش الذي ينطلق مع بداية هذا الموسم من هنا من العاصمة أبو ظبي، حيث نهائي بطولة مبادلة للتنس التي حظيت بمشاركة لاعبين مصنفين في المراكز العشرة الأولى بما فيهم المصنف الأول والثاني عالميا. صور التذكارية إذن، والتقاط صور التذكارية مشاهدينا الكرام للاعبين. وبهذه المشاهد الرائعة مشاهدينا الكرام متابعينا عبر أبوظبي الرياضية، نصل وإياكم إلى ختام هذا النقل الحي والمباشر. في الختام تقبلوا تحياتي، محدثكم جمال بوشقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our very special guest for the presentation. Our thanks to His Excellency Major General Mohammed Khalfan Al-Ramadi, the Chairman of the General Authority of Sports. His Excellency Sheikh Mohammed bin Hamad bin Tanun Al-Nahyan, the Vice Chairman of the Abu Dhabi Airports. His Excellency Hamid Al-Shamari, the Deputy CEO and Chief Corporate and Human Capital Officer of our title sponsors, Mubadala, as they make their way back into the Royal Box. And that leaves the money shot. And of course, he's back in the winner's enclosure here in Abu Dhabi. He equals the record of 4 parallel world tennis championship titles to his name. As he signs for the TV camera, it's